تفضل دكتور نسمعك، يسمعونك الاساتذه. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه نرحب جميع الحاضرين ان شاء الله بهذه الورشه، وان شاء الله تكون مفيده بالمستوى اللي نحاول نقدمه لاقصى حد. الورشه تتضمن موضوع شلون ننتقل من فروم جرافين تو سيليتين اس بروميزنج فيوتشر ان نانو تكنولوجيز ابلكيشن. بدءا راح نتكلم عن الاتروبس فورمز اوف كاربونيوس ماتيريال، المواد الكربونيه اللي متوفره واللي عرفناها منذ القدم، يمكن الكل سامع بيها، اللي هو الجرافايت والدايموند. وهذه التراكيب الكربونيه اشتغلوا عليها الناس في مجال الفيزياء النظريه والهندسه التطبيقيه والالكترونيات منذ القدم. هذه المواد معروفه وتطبيقاتها موجوده. بال 85 ظهرت عندي ماده كربونيه او التروب جديد اللي هو الفولورين. بال 91 او بال 90 ظهر عندي تركيب جديد، طبعا احنا نتطرق لهم الواحد بعد الثاني، كربون نانو تيوبز اللي هو عباره عن تركيب اسطواني انبوبي من ذرات الكربون. بال 2004 الى ان 2009 حصلوا على جائزه نوبل العلماء باكتشاف ماده كربونيه ثنائيه الابعاد عباره عن طبقة single layer، يعني طبقة أحادية من تركيب السادي لذرات الكربون، أطلق عليها تسمية الجرافين. يعني إحنا قبل لازم نطرق الموضوع الكربون وذرة الكربون. نعرف إحنا الكربون متوفر بالقشرة الأرضية بشكل واسع، وتراكيب الكربون اللي لاحظناها واللي شفناها بالصور بالسلايد السابق تعتمد على طريقه الهايبريديزيشن بالذرات، كيف تتم عمليه تهجين للمدارات، والنتيجه يتكون عندي الاس بي والاس بي 2 والاس بي 3، كل نوع من هذه الانواع يولد لي شكل من اشكال الكربون اللي تطرقنا لها. الجرافين اصلا درس بال 1947 من قبل العالم وولز، ولكن اغلب الدراسات كانت نظريه لانه كان من الصعب الحصول على طبقه احاديه سنجل لاير من ذرات الكربون. حتى نتكلم بتفاصيل الجرافين، هذه الماده الواعده، الجرافين هو ماده ثنائيه الابعاد مكونه من ذرات كربون، اكتشفت على يد العالمين الروسيين اندري جيم وكونستانتين نوفوسيلوف. تعتبر هذه الماده ماده متعلقه في علم المواد والكونديس ماتر فيزيكس. تمكنوا هؤلاء العلماء من الحصول على طبقه احاديه ثنائيه الابعاد من الجرافايت، اطلقوا عليه تسميه الجرافين. بعد ذلك بينوا امكانيه استخدام هذا التركيب الثنائي الابعاد لتشكيل تراكيب نانويه جرافيتي اكثر استقرارا اللي اصلا موجوده مثل الفولورين، عن طريق تكوير هذه الشبكه الجرافينيه ثنائيه الابعاد او لفها او طيها لتكوين انابيب نانويه كربونيه سنجل وول كربوناتيف او ملتي وول دبل والى اخره، ممكن هاي بعدين نعرف التفاصيل. طبعا هذه التراكيب وتكوينات مثل ما طرقت لها تعتمد على نوع التهجين الموجود بهذه الماده. الفولورين عبارة عن كرة من ذرات الكربون ممكن تحتوي من 20 إلى أكثر من 1000 ذرة كربون. بالنتيجة هذه التكوير أو الشكل الكروي ممكن أحصله من تكوير شبكة الجرافين السداسية، أو نفس الشيء مثل ما قلنا الأنابيب الكربونية النانوية اللي تتمثل بشكل أنبوبي أسطواني من ذرات الكربون السداسية. طبعا الجرافين راح يلعب الدور الاساسي بتحديد الخصائص الفيزيائيه لكل واحد من هذه التراكيب موجوده واللي نقدر نحصلها عنده. التفاصيل الخاصه بالجرافين طبعا انا راح اتكلم بشكل سريع لانه اكو بعض الامور ممكن نحصلها من الليتشر ريفيو للجرافين بسهوله نحصلها. اندري جيم وكونستانتين نوفوسيلوف هذول جامعه مانشستر باليو كي قدروا ان يحصلون على هذه الطبقه المنفرده او سنجل لاير من الكربون اتوم بابسط طريقه ممكنه، وهي طريقه السكوشكيت، بعدين راح نشوف صوره مبسطه لهذه الطريقه. الكربون او العفو الجرافين ممكن ان نشوفه بطريقه او بتشكيل المونولاير، يعني سنجل لاير اللي هو بيور، يعتبر بيور فورمز اوف جرافين.
طبعا هذا يخدمنا بالتطبيقات الالكترونيه اللي تحتاج ترددات عاليه هاي فريكونسيز. ممكن نلاحظ الباي لايرز والتراي لايرز اوف جرافين، هذه كلها طبعا تنطينا خصائص مختلفه باختلاف عدد الطبقات الموجوده. برافيز لاتس، مصطلح البرافيز لاتس الشبكه البرافيزيه احنا هاي سامعين بها بابتداء الحاله الصلبه. الشبكه البرافيزيه شبكه الجرافين مثل ما طرقت السنجل لاير اوف جرافين، يعني هذه الطبقه عباره عن تركيب يمثل او يشابه شبكه خليه العسل، ولهذا السبب يسمونها هوني كومب لاتس شبكه خليه العسل. طبعا هذه الشبكه اللي لاحظها المتكونه من الذرات اللون الاحمر واللون الازرق، راح نتطرق ليش تمثلت بهذه اللونين. هذه الشركه بشكل عام السداسيه ما تمثل شبكه برافيزيه، يعني نن برافيز لاتس، سبب كون المواقع الذره تكون غير متكافئه. ولكن احنا نعرف بالكريستاينز ساينسز نحتاج الى وصف شبكه الجرافين بان تكون شبكه برافيزيه حتى نحقق التناظر الانتقالي ترانسفير سيمتري. لهذا السبب يتم تقسيم الشبكه الحقيقيه اللي قدامنا هذه السداسيه الى شبكتين سبلاتو سبلاتس، يعني شبكه فرعيه سبلاتس اي باللون الاحمر مكونه من ثلاث ذرات، والسبلاتس بي مكونه من الذرات باللون الازرق ايضا مثلثه. كل واحده من هذه الشبكه سبلاتس الشبكات الفرعيه تمثل شبكه برافيزيه، بالنتيجه راح ممكن نمثل الحلقه الاضر الانتقالي، وترابط يكون ما بين الشبكه الستو سبلاتس يعني الذرات باللون الاحمر والذرات باللون الازرق، يعني عن طريق هذه البوند اللي موجوده اللي هو سيجما بوند بين الذره حمراء والذره باللون الازرق. هذا التركيب يسمونه البايبارتايت لاتس، يعني شبكه ثنائيه. الريسبروكال لاتس اوف جرافين الشبكه المعكوسه بالجرافين، احنا حتى نتعامل او ندرس هذا التركيب لازم نتطرق الى موضوع الشبكه المعكوسه. مفهوم الشبكه المعكوسه كنا نعرفه واضح الكل، يعني بالنسبه للجرافين بما انه الشبكه الحقيقيه شبكه سداسيه، الشبكه المعكوسه ايضا راح تكون شبكه سداسيه. لو نلاحظ هذا التركيب اللي امامنا الشكل الممثل بالبي شكل بي، هذا الشكل يمثل هذا الخط الاخضر يمثل المواقع الذرات الحقيقيه، يعني مثل الشبكه السداسيه والحافات هذه تمثل مواقع الذرات الحقيقيه. بالنتيجه راح نقدر نولد الشبكه المعكوسه ريسبروكال لاتس بهذه الطريقه، وراح نلاحظ بانه الشبكه ايضا شبكه يعني سداسيه هيكساجونال لاتس. وهذه الزوايا باللون الازرق وباللون الاحمر تمثل نقاط دراك السته دراك بوينت، هذه الدراك بوينت تمثل نقاط ارتباط البالانس باند بالكوندكشن باند ات فيرمي ليفل. هذا الفيرمي ليفل اللي موجود هنا، هذا طبعا يمثل الباند ستراكشر للجرافين اللي درس نظريا من 2010 لحد الان درس بهواي حالات بوجود مؤثرات وعدم وجود مؤثرات خارجيه. بالنتيجه هذا التركيب راح نلاحظ انه عند كل نقطه من نقاط دراك السته، هذه هنا نقطه هذه نقطه هذه نقطه، وبالخلف تكون عندي ثلاث نقاط، عندي ست نقاط دراك، كل واحده من عندهم تتكون من تو كوينز. هذه الكوينز هذا يعني المخروط للاعلى اللي يتبع الكوندكشن باند، والكوينز اللي هو البالانس باند، وهذا تمثل نقطه دراك. اذا عندي بالسداسيه الوحده عندي هاي الكوينز بالاعلى وكوينز بالاسفل. طبعا الجرافين يعتبر ماده شبه موصله بفجوه طاقه صفريه، لا تسموه زيرو جاب سيمي كوندكتر، لانه نلاحظ انه فجوه الطاقه صفريه. هذه فجوه الطاقه الصفريه قد تعيقني وتعيق جميع المختصين في مجال العمليه كتطبيق لاستخدام الجرافين في المواد الالكترونيه النانويه. لهذا السبب لابد من وجود طريقه حتى اقدر اسوي اوبن هذه الجاب وافتح فجوه طاقه حتى يتحقق عندي سيمي كوندكتر بفجوه طاقه محدده حسب التطبيق اللي راح نشوفه بعدين بالسلايدات اللي جايه. طبعا الجرافين مثل ما طرقت انه فيو لايرز جرافين اف ال جي، ممكن مالتي لاير جرافين، هذه كلها يتراوح ما بين 2 الى 10 لايرز،
ممكن أن يشكل أنواع مختلفة، ممكن يشكل شيتس، ممكن يشكل نانو ريبينز، ممكن يشكل فينز أو فليتس على سبستريت محددة بغض النظر عن نوع السبستريت اللي مستخدمه حسب التطبيق. الخصائص المهمة بالجرافين اللي طبعا يتم أنا محددها الأساسية الإلكترونيك بروبرتيز، ميكانيكال بروبرتيز، أوبتيكال بروبرتيز، والثيرمال بروبرتيز. راح أتطرق لها بشكل سريع. الإلكترونيك بروبرتيز للجرافين ممكن أن يحدد من خلال سرعة حاملات تشارج، تشارج كارير فيلوسيتي. التشارج كارير فيلوسيتي تمتاز بأنه جدا عالي، سرعة تتراوح من 2000 إلى 5000 سنتيمتر سكوير بير فولت سكند. الدراسات الأخيرة طبعا هاي بالبدء، وإنما الدراسات الحديثة حددت أنه سرعة لحاملات شحنة تكون أكثر، يعني بظروف مثالية قد تزيد عن 200 ألف سنتيمتر سكوير بير فولت سكند. هذه الميزة تخلينا أنه ممكن إمكانية استخدام الجرافين بصناعة الترانزستور تأثير المجال الـ FET، وفعلا تم صناعة أول ترانزستور 2010 بتردد عالي وصل إلى 100 جيجا هيرتز. حاليا الترددات طبعا أعلى وصلت إلى حدود التيرا هيرتز. الميكانيكال بروبرتيز اللي يهمنا بالميكانيكال بروبرتيز هو تنسل سترينث بحدود 130 جيجا باسكال، عندي اليونج موديولوس اللي هو يقيس الستيفنس بحدود 1 تيرا باسكال. طبعا هذه القوه والمثانه الميكانيكيه اجت من 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 قوه الترابط بالآثرة سيجما ما بين النايبرنج اتومز بالتركيبه السداسيه، وهذا ما انطت الجرافين هذه السمه القويه والمثانه القويه. طبعا اذكر لك امثله الى احمله فد مساحه محدده بحدود 1 متر سكوير بكات، يعني قطه وزنها 4 كيلوغرام راح يتحمل الوزن، على الرغم من انه الويت مال هذه ال1 متر سكوير بحدود شعر وزن شعره واحده من شعرات القطه. الاوبتيكال بروبرتيز الخواص البصريه يمتاز الجرافين للشفافيه البصريه العاليه اللي تصل حدود 97% بالنتيجه الامتصاص البصري راح يكون جدا منخفض 2.3%. هذه الخاصيه راح تخدمني بصناعة الإلكترود أقطاب شفافة تستخدم بالخلايا الشمسية. الثيرمال بروبرتيز اللي طبعا يحددها والتوصيلية الحرارية العالية اللي تصل حدود أكثر من 5000 أو 5300 واط بير متر كلفن، وهذا أكيد راح يبني بالتطبيقات اللي تصبح حساسات وغيرها من هذه الأمور. الطرق انتاج الجرافين مثل ما طرقنا هواي طرق ممكن استخدامها لانتاج الجرافين، ولكن ابسط طريقه اللي موجوده امامنا بصوره السكوتش تيب او ميكانيكال اكسبوليشنز. هذه الطريقه اللي استخدمت من قبل اندري جيم وكونستانتين نوفوسيلوف هذا العالم الروسي. ما اذكر تفاصيله لانه احنا بصراحه الوقت يعني هواي حكي ورانا ولازم نكمله. طريقه سهله وبسيطه جدا، بامكاني انه استخدام السكوتش تيب اللي امامي هذه بالصوره وعلى على على طبقه من الجرافايت، بالنتيجه راح احصل على قطع من الجرافين. ممكن انه الصق هذه القطع على سبستريت محدد، بالنتيجه بطبع بوجود اجهزه متقدمه ومتطوره من الاف ام والاس تي ام والاس تي ان، ممكن ان احصل على single layer of carbon atoms. النتيجة حصلت على الجرافين، وفعلا هم حصلوا على الجرافين 2010 وحصلوا على جائزة نوبل. الطريقة الثانية اللي chemical drive the graphene from graphite oxide، وهذه الطريقة ايضا موجودة وتمثل انه قليلة محاسنها انه قليلة الكلفة وامكانية تطبيقها واسعة جدا. كذلك عندنا طريقة تسمى الاتيكال جرافين اند كيميكال فيبر ديبوزيشن. هذه الطريقه طريقه سي في دي، طريقه اختزال كربيد السيليكون عند درجات حراره عاليه، وبالنتيجه هذه الطريقه تنتج لي كميات كبيره من الجرافين، وهي طريقه ايضا سهله تستخدم لدمج المواد في اجهزه اشباه الموصلات المتوفره حاليا. وهذه طبعا الصور تحدد شكل هذه الأجهزة مختبريا.
الابلكيشن اوف جرافين راح نتطرق لها بشكل سريع. الجرافين تطبيقات هندسيه، ميكانيكيه، كهربائيه، الكترونيه الى اخره من التطبيقات، ودخل حاليا في مجال الهندسه المدنيه والانشائيه لامور ميكانيكيه احنا حاليا ما نقدر نتطرق لها بصراحه لضيق الوقت. فمن التطبيقات الاساسيه عندي اللي نلاحظه بالصوره الامامي اللي هو سينر سبلاي سكرين فور موبايل ديفايسز، هذه الشاشه الامامي الشفافه مصنعه من الجرافين لانتاج بحيث تم احلال الجرافين كبديل عن عنصر الانديوم بال او ال اي دي اللي هو الاورجانيك لايت ايميتد دايود، وبالنتيجه هذا راح يوفر لي على يوفر لي متانه بالشاشه، تغنيني عن استخدام المواد المسانده الى الشاشه المصنعه من عنصر الانديوم. التطبيق الاساسي عندي هو الليثيوم ايون باتريز، يستخدم هذا النوع من البطاريات الجرافين كطلاء على سطح الانود، فيطلون الانود بجرافين حتى احصل على باتريز اللي هو الليثيوم ايون، امكانيه اعاده شحن البطاريه باستخدام هذا النوع من الجرافين او القطب الجرافيني راح يكون اسرع بكثير مقارنه مع التراديشنال باتريز اوف ليثيوم ايون. الالترا كاباسيترز المكثفات الفائقه اللي تخزن الالكترونات على شريحه الجرافين، هذا تستخدم الجرافين كوسيله لخزن الالكترونات، يمكن الاستفاده من المساحه السطحيه للجرافين بالنتيجه لانتاج كاباسيترز مكثفات يعني ذات امكانيات خزن عاليه جدا. الووتر ديزاينيشنز اللي هو الاغشيه الرقيقه المحضره باستخدام الاكسيد الجرافين، ممكن ان تسمح بمرور الماء خلالها وتحجب الجسيمات الضاره، تحجب الغازات، ممكن باستخدام شبكه الجرافين ثنائيه الابعاد السنجل لاير او المالتي لاير دبل لاير بغض النظر. هذا راح يساعدنا على استخدام هذه التقنيه، تقنيه او ماده الجرافين في تحليه مياه البحر باقل تكلفه ومقارنه مع تقنيه التناوح العكسي الار او المستخدمه حاليا. الانتجريتد سيركت والجرافين ترانزستور، طبعا الترانزستورات المصنعه من الجرافين تعتبر ذات امكانيات عاليه كبديل عن السيليكون، لان نعرف ان السيليكون يستخدم بصناعه الترانزستور. ممكن ان استخدم الجرافين صناعه الهاي فريكونسي ترانزستور واللي يعطيني ترانزستورات بترددات عاليه جدا بسبب السرعه العاليه اللي تتحرك فيها الالكترونات مقارنه مع حركه الالكترونات في السيليكون. التطبيق المهم عندي ايضا الكوروجين ريزيستنس كوتينج، ممكن يدخل الجرافين ايضا وين؟ بعنصر مهم في صناعه الصناعات المعدنيه كطلاء مقاوم للتاكل، الكوروجين الموجود بالابنيه المعدنيه، المكاين الى اخره من المواد حتى يحميها من التاكل، مشكله التاكل. واخر شيء عندي السلف سيلز الخلايا الشمسيه، كنا نعرف انه في الوقت الراهن والاغلبيه في العالم كله يتجه نحو استخدام الطاقه السلميه او العفو الطاقه الشمسيه النظيفه كبديل عن الفوزل فيولز اللي هو الوقود الاحفوري بسبب ما توفر من طاقه مستدامه ونظيفه. بالسلف سيلز احتاج الى انتاج اقطاب كهربائيه موصله نعرف الالكترودات، لما تكون هذه الالكترودات المطليه بطبقه من البلاتين ممكن استبدل هذه الطبقه من البلاتين بالجرافين حتى اقلل التكلفه كون البلاتين يعني عالي التكلفه والجرافين توصيليته اعلى. بالنتيجه راح احصل على سيلف سيل بكفاءه عاليه ممكن توصل الى 7.8% بوجود الطلاء الجرافيني بدل الطلاء البلاتيني على الالكترود. الدراسات العلمية في مجال الجرافين والمواد الجرافينية بما فيها الكربون نانوتيوب التولرين، طبعا بدأت من طبعا هذا الرينج اللي قدامي يبدي من 91 الى 2014، اكو هواي يعني رينج يبدي من 85 ورينج يبدي بال 2017، عندي حاليا هسه قدامي اثنين واحد يبدي بال 2013، نلاحظ بانه البحوث بدأت تزايد بهذا الشكل الى ان وصل العدد الاكيوميشن يعني التراكم يوصل الى 50,000 بحث في 2014، طبعا حاليا العدد اللي امامي 2019
واصل الى حدود 70,000 بحث في مجال يعني الاثروبيك اوف كربون بما فيه الجرافين كربونات تيوبس الفولرين وملحقاتها. قسم الفيزياء في التربيع المصرفة جامعة البصرة بدأ يعمل في مجال البحث في الجرافين والكربوناتيوب منذ 2011، يعني بعد جائزة نوبل اللي حصل عليها العلماء اللي حصلوا على الجرافين ب 2010. بعد مرور سنة اشتغلنا أول بحثين ب 2011 في مجال الجرافين وتم نشرهم في مجلات عالمية. ب 2012 اشتغلنا على الكربوناتيوب واستمر العمل في قسم الفيزياء من قبل التدريسين، يعني كثير من المختصين في قسمنا عملوا في هذا المجال، ونلاحظ انه الاعداد بدات تزايد، يعني 4 ب 2017 وصل عدد البحوث 5، 2019 7 بحوث في مجال الجرافين والكربون تيوبز، وحاليا بال 2020 عندنا لحد الان 6 بحوث نشرت، والرابع هسه حاليا ان شاء الله خلال ايام يقبل. إضافة إلى تم يعني مشاريع طلب الدراسة العليا دكتوراه وماجستير أكثر من تقريبا 7 طلاب خرجوا في هذا المجال، وإن شاء الله العمل في تطور مستمر. وهذه نماذج من البحوث اللي نشرت في مجال الكربونات وبدأ من 2011 ولحد الآن، طبعا قسم من عندها بالشراكة مع باحثين أجانب من كثير من الدول، من الولايات المتحدة، من روسيا الاتحادية، ومن بريطانيا. وهذه نماذج من البحوث، طبعا قسم من البحوث بحثنا وثلاثه يمكن نشروا في مجلات محليه ايضا، هذه بعض الاطاريح التي نشرت في هذا المجال. احنا نتمنى نعرضهم كلهم لكن الوقت بصراحه ما المهم عندنا حاليا انه ماده السيليسين. السيليسين يعني تركيب مشابه الى تركيب الجرافين، راح نبلش فيه. احنا طينا هذه المقدمه على الجرافين حتى تكون عمليه اسهل عندما نتكلم عن السيليسين. السيليسين ماده 2 دايمنشنال، يعني الكتروب اوف سيليكون، ماده ثنائيه في الابعاد، من مكونه من تركيب او شبيكه سداسيه من ذرات السيليكون. احنا عرفنا بانه الجرافين تركيب سداسي من ذرات الكربون. هنا السيليسين عندي بهذه الجهة يتكون من تركيب سداسي من ذرات السيليكون. طبعا نفس الفقرة اللي تكلمنا عليها البرافيز لاتس نان برافيز، حتى نخلص من هذه المشكلة نقسم الشبكة إلى 2 سب لاتسز A و B، ذرات A لونها أحمر، ذرات B لونها أخضر. الفرق بين السيليسين وبين الجرافين إنه الجرافين عبارة عن فلات لايرز، عن طبقة فلات من ذرات الكربون. السيليسين لا، الطبقة الذرات البي خلينا نقول بفلات بلاير محددة، الطبقة الاي اللي لونها احمر ترتفع يعني يسموه بطلت توبولوجي، يعني بالتواءات. هذا البطلت توبولوجي طبعا يمين اجى نتيجة الهايبريدزيشنز الموجود بذرة السيليكون، طبعا يتبع العدد الذري والتركيب الالكتروني والكورد الكترون والفالنس الكترون الى اخره من هذه التفاصيل الدقيقه اللي ما يسمح الوقت من الطرف لها. هذا السيليسين بال 2010 بدات الدراسات النظريه تشتغل عليه، عمليا ما حصلوه، ما قدروا يحصلون على ايفوكليشن يعني تقشير لهذه الطبقه من ذرات السيليكون لاسباب ترتبط بالكبلنج الموجود بين اللاير، يعني بين الذرات بالشبيكه اي وذرات الشبيكه بي. اكو فد كابلنج قوي فاندرفالت احنا نسميها، قوه فاندرفالت قويه بالسيليكون، هذه الفاندرفالت قليله جدا ضعيفه جدا، بالنتيجه فان التركيب السداسي او التركيب السداسي للسيليكون هو هذا الشكل. الفارق بين الذرات الاي والذرات البي هو قليل جدا 0.75 نانومتر، المسافه بين ال 2 الكترون 2 نايبولت اتومز عفوا ايضا 0.232 نانومتر. طبعا اللابس كونستانت بالسيليسين اكبر من اللابس كونستانت بالجرافين، والاتوم اتوم ديستنس بالسيليسين ايضا اكبر من الاتوم اتوم ديستنس بالجرافين. مثل ما طرقنا انه نظريا لحد 2010 وبدات الدراسات تتطور وتطورت كثير من الامور باستخدام السكاننج تنلنج ميكروسكوب.
ولو نلاحظ هذا الشكل بروفايل فيجرز اوفر فيو فيجرز للسيتي سين. طبعا بالاوفر فيو ما يظهر عندي هذا الالتواء البازل توبولوجي، يظهر عندي بالشكل بي كيف انه الذرات بي السفلى والذرات اي اللي بالاعلى والديستنس اللي بيناتهم هي هذه الفارق دي، وهذا هو التركيب البازل لاير بالسيتي سين. هذا ب 2015 تمكنها من صناعه فيلد افكتيف ترانزستورز الاف اي تي باستخدام شريحه السيليكون مثل ما شوفوا. هذا طبعا انجاز بوكيت كان جدا مميز. الكربون اتومز والسيليكون اتوم الشافهات بكثير من الامور انه اثنيناتهم يتبعون نفس الجروب مثل ما تشوفون بالبريد تيبل. الاختلافات بالتركيب الثلاثي مثل ما قررنا انه الجرافين ثلاث، بينما السيليسين عباره عن فقط هيكساجنال شيب. البان ستراكشر، البان ستراكشر تركيب النطاق نسميه احنا البان ستراكشر بالجرافين مثل ما طرقنا له عباره عن لينير ديسبيرشن ريليشن، علاقه خطيه، علاقه تشتت خطيه. يعني شلون؟ يعني انه نلاحظ بانه الفالنس باند والكوندكشن باند اللي يلتقون نقاط دراك 6 مثل ما تطرقنا لها، هذه العلاقه تكون خطيه هنا، هذه علاقه تكون خطيه مثل ما نشوفها، وهذه عند كل نقطه يتكون عندي كون، هذا الكون اللي هو مخروط علوي ومخروط سفلي، طبعا يتبع الكوندكشن باند والفالنس باند، هذا شكل مكبر، هذه العلاقه هنا لينير خطيه، بالنتيجه راح احصل على زيرو جاب سيمي كوندكتر. السيليكون نفس التصميم ونفس الباند ستراكشر، راح نشوف انه عند الديراك بوينت اللي هي كي والكي داش، هذه الكي وهذه الكي داش اللي سميناها بالبدايه نان تو نان ايكوفالنت بوينت، الكي والكي داش نفس الشيء بهذه السيليكون. نلاحظ انه النقاط هذه تكون هنا علاقه خطيه بالباند ستراكشر. هذه العلاقه الخطيه ممكن ان تخدمني في كثير من التطبيقات الالكترونيه، ولكن بعد ما احقق عمليه فتح فجوه الطاقه. البكلز توبولوجي بالسيليكون ينتج نتيجه عمليه الهايبريدزيشنز اس بي 3 اوفر اس بي 2، يعني عمليه تهجين اس بي 3 فوق عملية التهجين اس بي 2، بالنتيجة راح ينتج لي هذا التصميم الالتوائي. بالمقارنة مع الجرافين السيليكون يمتلك فد خصائص او مميزات او مميزة او بارزة جدا. اول وحدة انه السبين اوربت كوبلنج جدا قوي، اقوى مما موجود بالجرافين، وهذا راح يحقق لي كوانتم سبين هول افكت عمليا. اثنين تونابيلتيز بالسيليكون بالباند جاب، يعني امكانيه التحكم بالباند جاب، تكبير تصغير الباند جاب اسهل جدا من الجرافين، هاي تعتبر مميزه جدا وهاي تخدمني بالافكت فيلد افكت ترانزستور اللي يعمل اكروب تمبرتشر. ايضا عندي شغله مهمه جدا اللي هو ايزرز فالي بولاريزيشن اند مور suitabilities for valitronic study. valitronic study هذا المصطلح الجديد اللي هو الفاليترونكس. الفاليترونكس هذا منين جايني؟ الفاليترونكس طبعا احنا نعرف تعميم بالالكترونكس، سمعنا بالسبينترونكس، هسه جت مصطلحات جديده طبعا تستمر اللي هو الفاليترونكس. الفاليترونكس فالي نعرف، كنا نعرف انه الفالي هو الوادي، هذا الفالي هذا اللي نشوفه بالباند ستراكشر بالجرافين او بالسيليكون بغض النظر، اي تركيب ثلاثي موجود به هذه الفاليترونكس. تكون نقطه كي والكي داش، هذه الكي وهذه الصفحه كي داش، كي كي داش كي كي داش الى اخره. طبعا تكون نقطه نلاحظ هذه الكون الكوندكشن باند وهذه الكون للبالانس باند. النهايات هذه اللون اخضر يسموها يعني نقطه ارتباط البالانس باند بالكوندكشن باند، هذه يسموها الفاليز، ملتي فاليز عندي هنا وهنا وهنا عند كل نقطة، وطبعا هذه يستمر على كل الشبكة ايش قد ما يكون طولها وايش قد ما يكون عرضها. هذه الفاليترونكس تقنية حديثة جدا، ممكن ان تكرس لخدمة التقنيات الالكترونية النانوية الحديثة. كيف؟
مقارنه ويا السبيترونكس، لان نعرف السبيترونكس يستخدم الانترنال ديجري اوف فريدم يعني درجه الحريه للسبين لخزن لمعالجه قراءه البيت اوف انفورميشن، هذه الزيروز والونز اللي يعرفوها جماعه الهندسه الالكترونيه او الكهربائيه. فتستخدم هذه يعني ديجري اوف فريدم للسبين، اذا كان يكون سبين اب سبين داون الى اخره ما ادخل تفاصيله حاليا، تكرس لخزن هذه المعلومات الزيروز عند الونز. الفاليترونكس لا، يستخدم الفاليز بالكوندكشن اور الفولت باند، يستخدم هذه الفاليز طبعا عن طريق استخدام الويف نمبر الكوانتم ويف نمبر اللي هو نسميه الكي، العدد الكمي الموجي كي، لخزن هذه الزيروز وهذه الوحدات ones and zeros. هذه التقنية حديثة جدا من المواد اللي تمتلك هذه خاصية الفاليترونكس، هي الكربونات تيوب، الجرافين، البيزموت، الدايموند، السيليكون يعني السيليسين الى اخره. وبعدين راح نجي نعرف انه الجرمانين، الستانين، الفسفورين، كثير من المواد اللي تمتلك هذه التركيبة السداسية، الشبيكة السداسية، الهانيكام تحمل خاصية او امكانية تطبيق الفاليترونكس عليها. احنا بدراستنا هسه شلون راح ننتقل من الجرافين الى السيليكون؟ بدراستنا للجرافين درسنا هذا التركيب الشبيكي، وطبعا معادلات رياضيه ما طرقت لها لضيق الوقت، ومعالجه رياضيه لهذا الشكل السداسي اللي امامنا بالجرافين، وحصلنا من عنده الشبيكه المعكوسه سبروك الله بهذا الشكل، هذا اللون الاصفر مثل فيرست بريليون زون، وقدرنا ان نرسمها قبل ما نشوهها او نعرضها الى عمليه ديفورميشن، ميكانيكال ديفورميشن. وكان هذه نقاط ديراك السته مثل ما نشوفها، هذه الست نقاط الحافات السته اللي هي نفس هذه النقاط المربعات باللون الابيض وباللون الاسود. بعدين اجينا حورنا وسوينا عمليه ديفورميشن سترين ميكانيكال ديفورميشن. هذا الديفورميشن غير لي باعد لي طبعا حسب اتجاه الحركه يباعد ويقارب، طبعا كانما عمليه سيميليشن محاكاه. اقدر برنامج استخدم الفورتران والمابلز والماتلاب الى اخره، وقدرنا ان نبعد ونقرب من هذه النقاط اللي هي نقاط ديراك السته، وهذا شيء مهم حتى اغير بالالكترونيك بروبرتيز. الالكترونيك بروبرتيز تشمل الاي في كاركترستكس، تشمل الانرجي باند جاب، الديستي اوف ستيت الى اخره من خصائص الكترونيه. هنا اشوف التزايد او التقارب كان اكثر، وبدا التقارب يكون واضح، بعد تحولت ست نقاط الى اربع نقاط تقريبا، هذه مثل ما اشوفها امامنا. هذا كله هاي التقنيه اللي استخدمت في الجرافين بامكاننا انه نطبقها على السيليسين مع معالجه رياضيه حديثه، حاولت انه ابدي بيها وفعلا توصلت الى نتائج جيده جدا. انه قدرت انه بعد ما بعد التحويرات الرياضيه والمعالجات الرياضيه غيرت الويف فيكتورز الموجوده عندي بالجرافين الى السيليسين، وراح نشوف النتائج اللي البسيطه، طبعا نتائج اوليه بعد ما نبلش بالمشروع بشكل نهائي. هنا الباند جاب عندي ممكن ان تفتح بالسيليسين مثل ما قلنا، زيرو جاب سيمي كوندكتر كانت صفريه قبل لا نجري عمليه التشويه الميكانيكي، هنا قدرنا ان نفتحها عند الكي بوينت. هسه لو لاحظ هذه الكي بوينت قبل التشويه زيرو جاب، هنا عندي الكي الجاب انفتحت بمقدار بسيط جدا، بامكاني ان اكبر وازغر حسب الحاجه اللي يطلبها مني او بالاكسبرمنتال يعني التجربه، يحتاج هذا السيليسين او الجرافين المن حسب التطبيق المستخدم اللي ياتي الى اخره من التطبيقات سنسر او غيرها. هنا النتائج اللي حصلتها بدايه قدرت ان اوظف المعادلات مالتي بالجرافين الى السيليسين. طبعا القبلي اشتغلوها ب 2018 تم توظيف معادلات، ولكن بعد ما مقارنتها لاحظت بانه واستشارات طبعا مع باحثين انه المعادله اللي استخدمتها كانت معالجه دقيقه جدا. هذه شريحه السيليسين السداسيه، الاوفر فيو هذا جاي نشوفه، يعني حاليا يمكن ما تبين عمليه البكلز توبولوجي. هنا عندما ناخذ البروفايل فيجر منظر الجانبي بين الطبقة السفلية باللون الأزرق وطبقة الذرات باللون الأحمر العليا، هاي قبل لا أجري عملية التشويه الميكانيكي. جيت تحولت طبعا البرنامج استخدمت فورتران، برمجة فورتران وغيرت، ضفت اليونيفرسال ديفورميشن، لقيت انه الشبيكة تغيرت، نقاط ديراك تغيرت بالنتيجة، عندما تتغير الشبيكة الحقيقية تتغير الشبيكة المعكوسة، إذا بالنتيجة راح تغير عندي ديراك بوينت
وراح يثبت عندي احصل على هذا الشكل. اللي طبقت نوع ثاني من التشويه اللي هو الشير ديفورميشن، القاص يسموه، انه ازم الشريحه من جانب وحركها من جانب ثاني، نوع مستخدم ومتعارف عليه يعني بهذا المجال، وقدرت احصل على هذا الشكل لشريحه السيليكين. وبامكاني اطبق انواع، طبعا عندي سبلات ديفورميشن ممكن استخدمها بالمستقبل، والمجال مفتوح امامنا ان شاء الله. كذلك درست في 2012 الى 2014 2016 درست ويب باكيت داينامكس بالجرافين مثل ما شوف بالشكل هذا اللي امامنا الشكل اي، ودرست ايضا للكربونات تيوبز ويب باكيت، يعني هاي لاحظ الويب باكيت الجرافين كيف تنتشر وممكن تولد لي ترددات هاي فريكونسيز، واللي من عندها اقدر احصل على ظاهره الجت بي دبليو اللي ظاهره الديستريبيوينج المهمه جدا. ممكن ان اعيد المعادلات المستخدمه بالجرافين او الكربونات اطبقها على السيليسين لانتاج هذه الزت دبليو الزت بي دبليو الزت بيوجينج، واحقق ترددات عاليه جدا ممكن ان تخدمني بالهاي فريكونسي بروسيسرز. قبل لا نخلص الشريحه الاخيره لفيوتشر ويرز، اذا قدرنا انه هذه الامور كلها نتجاوزها ونحقق ان شاء الله نتائج مرضيه بهذا المجال، ممكن نطبق شغلنا على تو دايمنشن ماتيريال، فوسفورين الجرمانين ستانين، والفوسفورين مكون من تركيب سداسي من ذرات الفوسفور، الجرمانين تركيب سداسي ايضا من ذرات الجرمانيوم والستانين من الستانيوم. طبعا في وحده تختلف عن الثانيه بالبكود يعني الموجود عندي بالالتواء، طريقه الالتواء اللي تعتمد اصلا على نوع التهجين الاس بي 3. طبعا الى هنا يعني اتمنى ان اكون يعني وصلت المعلومات بشكل مبسط، طبعا اعتذر للسرعه بالكلام لضيق الوقت، واتمنى انه الكل يكون استفادوا بهذه الورشه، انتظر إذا أكو أسئلة من حضراتكم، وأشكركم جميعا. طبعا شكرا جزيلا دكتور على المحاضرة القيمة اللي أعطيتنا إياها والبحوث اللي أجريتها أنت بهذا الموضوع بهذا المجال. إخوان أي واحد عنده سؤال ممكن يكتب بالشات، وراح نفتح لكم الـ Q&A إذا واحد يريد يتكلم يعني ممكن انه يرفع ايده ويضغط على الكيو انت اي، واحنا نعطي الاجابه اذا اكو مجال بعد المكالمات ما بعد ما يجيب الدكتور على الاسئله الموجوده بالشات. اي واحد يريد يتكلم بامكانه انه يضغط على الكيو اند اي بعد ما يخلص الدكتور من الاجابه على الاسئله. طبعا دكتور كلهم جاي يشكروا من عندك دكتور ماجد. بدي يشكروا من عندك على المحاضرة وعلى المعلومات القيمة. دكتور ماجد تسمعنا؟ دكتور ماجد دكتور ماجد تسمعني؟ أعتقد موجود بس الصوت ما صراحة. ألو نسمعك دكتور نسمعك. نعم صادق وياكم نسمعك. يعني كلهم جاي يشكرون، مثل ما قلت لك اكو الكيو اند اي يقدر واحد يسال مباشره اذا يريد يسال نفتح له الصوت. اعتقد اكو احد اثنان اسمه مصطفى صالح حميد، راح نفتح له الصوت مصطفى صالح اذا تريد تسال الدكتور. نعم مصطفى استاذ مصطفى افتح لك الصوت تقدر تسال الدكتور. ما جاي يتكلم استاذ مصطفى. استاذ مصطفى انت ضاغط على كيو اند انسر كويشن اند انسر.
طالب فتح المايك، فتحنا لك المايك اعتقد بالخطأ ضغط عليه. شات ما بيها سؤال صراحة الحج الآن. نعم. أنا أعتقد أكو واحد سائل سؤال إذا ممكن نشوفه دكتور. عاشق دكتور ماجد، هل يمكن استخدام الكرافين مع النفط؟ ممكن. مع النفط الكمية. ممكن يدخل الكرافين كثير من المواد النفطية طبعاً لتحسين مواصفات. الكيميائيين يمكن أفضل من عندنا في هذا المجال يدخل الكرافين، وكلهم يعني يعرفون إنه إدخال مادة نانوية ممكن أن يحسن، مو ممكن أكيد راح يحسن خواص كثير من المواد. بالنفط أنا ليش يعني حتى ما أدخل المجال ما أعرفه، النفط ما أعرف كيف ممكن يحسن خواص النفط ما أعرفه، لكن قاري مقالة عن هذا الموضوع بإمكان استخدام الإقرابين لتحسين المادة الذي ما أعرف عندما يتم استخراج النفط ما أعرف بالضبط يعني. طبعا نزلت رابط تسجيل الحضور اذا احد يريد يسجل الحضور موجود. هناك سؤال يمكن استاذ عبد الله انه هل من طرق لتحضير النعم؟ طبعا الطرق المستخدمه لتحضير السيتين طرق عديده، ولكن طريقه التقشير المستخدمه للجرافين نوعا ما معقده بسبب الكابلنج الموجود، يعني هاي اللي حكينا عنها قويه نوعا ما بالتريسين، مو مثل ما متوفر بالجرافين او المواد الجرافينيه الكربونيه. لهذا السبب الطرق الكيميائيه تكون نوعا ما اكثر مطبقه لتحضير التريسين. اكو دكتور نعم اكو اساتذه طالبين يعني يسالونك سؤال مباشر عن طريق الصوت. يا ريت ما جاي اعرف الاسم مالته، راح افتح له صوت. اكو واحد اسمه فاودن مر اعتقد هالشكل. فتحت له صوت. نعم السلام عليكم.